تحية ليكم مشاهدينا، وتاني حواراتنا النهاردة في هذا الصباح بنتكلم عن قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المصرية و الحوار المجتمعي حول مشروع هذا القانون اللي بقالنا الحقيقة فترة يعني بنسمع عن هذا الحوار، وبالفعل في حوار بيجرى قبل إقرار هذا القانون علشان يكون يعني مستمع لكل الآراء والتوجهات، وبيكون بيوافق رغبات الأسر المصرية وبيلبي رغباتهم وتطلعاتهم. القيادة السياسية الحقيقة رئيس عبد الفتاح السيسي طبعا في إطار اهتمامه باستقرار الأسرة المصرية وجه بإجراء حوار مجتمعي وموسع ومتعمق حول الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بالإضافة أيضا إلى مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية. الرئيس شدد على أهمية الإنصات بقوة وباهتمام وجدية لجميع الأصوات واستيعاب مختلف الآراء لتحقيق الأغراض المنشودة من هذه القوانين، وهي صيانة حقوق الزوج والزوجة ورعاية الأبناء ودعم ترابط الأسرة بما يحقق المصلحة العامة، باعتبار طبعا أن الأسرة هي نواة المجتمع ككل واستقرارها هو بيعني استقرار المجتمع ككل. خلينا نتكلم مباشرة في هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة جواهر الطاهر المحامية ومديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية. صباح الخير. صباح النور. يعني طبعا مهم جدا يبقى فيه حوار مجتمعي حول مشروع مهم وحساس مثل هذا المشروع. قوانين الأحوال الشخصية بقالنا كتير جدا بنسمع ان فيها مشاكل، في ناس عايزة تغيرها، في ناس عايزة تعدلها. أخيرا الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لكل ده وطالب بإجراء الحوار المجتمعي. تعليقك على اهتمام القيادة السياسية بمثل هذا المشروع وأيضا أهمية إجراء هذا الحوار بجدية وباهتمام. طبعا اهتمام رئيس الجمهورية بإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية ده أكيد ما جاش من فراغ. قوانين الأحوال الشخصية في مصر موجودة من سنة 1920، يعني تقريبا بقالها أكتر من 103 سنة. طبعا حصل عليها تعديلات، ولكن قوانين الأحوال الشخصية فيها إشكاليات كتيرة جدا، هي مش محتاجة تعديلات، هي محتاجة تغيير جذري لقوانين الأحوال الشخصية. لأن قوانين الأحوال الشخصية هي من القوانين الهامة اللي تقريبا كل الشعب المصري، احنا أكتر من 100 مليون، صحيح، الشعب المصري كله متلامس مع قوانين الأحوال الشخصية، سواء بقى في قضايا مختلفة الأسرة كلها، سواء الأب أو الأم أو الأطفال متلامسين مع قوانين الأحوال الشخصية. فهو قانون مهم جدا، ومن المهم أنه هو يتغير. يعني فكرة أن نعمل كمان حوار مجتمعي على قانون زي ده، دي حاجة مهمة جدا. طبعا احنا طبعا مش في العادي بنعمل حوار مجتمعي على أي قانون جديد بيتم تشريعه، ولكن لأهمية قوانين الأحوال الشخصية من المهم أن يبقى في حوار مجتمعي مع فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الفئات المتضررة من قوانين الأحوال الشخصية سواء نساء أو رجال. كمان المؤسسات اللي بتشتغل بشكل مباشر مع أصحاب المصلحة والمتضررين مع الأحوال الشخصية، صحيح. لأن في مؤسسات كتيرة بتشتغل ومهتمة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية، زي مؤسسة قضايا المرأة المصرية اللي أعدت بالفعل مشروع قانون متكامل الأحوال الشخصية وتم إرساله للجنة اللي تم تشكيلها. طيب. من قبل وزارة احنا العالم. للأسف في بلد فيها للأسف معدلات الطلاق مرتفعة جدا، وبالتالي قوانين الأحوال الشخصية بتكون مهمة جدا لحفظ حقوق الزوج والزوجة وعدم الجور على أي من الطرفين والحكم بينهم بشكل عادل، وفي نفس الوقت بنحفظ حقوق الأبناء وبنضمن رعايتهم في جو أسري أو نفسي سليم، وده في النهاية بيحقق مصلحة المجتمع ككل واستقراره. أهم المشاكل اللي كانت بتواجه حالات الانفصال أو المشاكل الأسرية بشكل عام اللي كانت موجودة في القوانين اللي فاتت إيه؟ طيب الإشكاليات اللي موجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي هي إشكاليات كتيرة جدا. ممكن نقول أهمها، من أهم الإشكاليات دي فكرة تعدد الزوجات. إحنا عندنا في مصر للأسف
في كتير من الأزواج بيعددوا. طبعا القانون لا يمنع التعدد ولكن وكمان ما بينظموش، يعني أي حد عايز يتجوز للمرة التانية بيتجوز وما بيبقاش فيه أي اهتمام بالزوجة الأولى وأطفالها، وإذا كانت عايزة تتطلق فهي لازم تثبت الضرر اللي وقع عليها، وإشكاليات بالشكل ده. من أهم الإشكاليات كمان فكرة ترتيب الحاضنين. القانون الحالي بيدي للأب مرتبة متأخرة جدا من الحاضنين اللي المفروض حطهم القانون، يعني بيجي الأب في المرتبة الـ 14 أو الـ 16. كمان من أهم الإشكاليات إشكاليات الرؤية وأماكن الرؤية، إشكاليات الأم الحاضنة إذا تزوجت والقانون الحالي ما بيديهاش الحق بالاحتفاظ بأطفالها في حال زواجها، فبالتالي بيبقى فيه إشكاليات من نوع تاني، إن الأم ده الأم دي بتضطر إنها مثلا تتجوز عرفي عشان ما يبقاش فيه جواز رسمي وبيتم معرفة ده. من ضمن الإشكاليات الهامة جدا في الأزمة الاقتصادية اللي بنمر بيها سواء في مصر أو طبعا دي أزمة عالمية ولكن في مصر تحديدا، فكرة النفقات. يعني كتير جدا من الستات بيبقى عندهم إشكالية في الحصول على النفقة، وإشكاليات كمان النفقة اللي موجودة في بنك ناصر وقلة المبلغ اللي بيتم تسليمه للأم. في إشكاليات كتيرة جدا جدا لقوانين الأحوال الشخصية مش هنقدر نحصرها في وقت قليل، ولكن ده اللي يستدعي تغيير. أهم التعديلات المفروض أنها تحصل في قوانين الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية لازم يتنسف ويتعمل قانون من أول وجديد، لأنه هو قانون متهالك بقاله أكتر من 103 سنة زي ما قلت في أول كلمة، بقى لا يناسب العصر الحالي والظروف الحالية. أكيد أكيد. فبالتالي يمكن من أهم الملامح اللي سمعنا عنها من خلال تصريحات السيد ده في القانون الجديد وزير العدل، دي تصريحات احنا سمعناها، طبعا ما تقالش نصوص واضحة للقانون ولكن فحوى المواد ايه. يعني كان وزير العدل بيتكلم في ان هيبقى في مواد خاصة بتنظيم الخطبة. القانون الحالي للأحوال الشخصية ما فيهوش أي مواد خاصة بتنظيم الخطبة وفي فسخ الخطبة، إزاي بيرد الهدايا والشبكة والكلام ده كله. يعني القانون كمان حينظم الخطوبة مش بس الزواج والطلاق. بالضبط. هو المفروض ان اول مواد تبقى موجوده في القانون هي مواد خاصه بالخطبه وبعد كده الزواج وبعد كده بقى في الطلاق وكذا، لكن القانون الحالي مفهوش. من اهم الملامح كمان فكره الاستضافه. يعني في القانون الحالي ثواني عايزين نتكلم على نقطه الخطوبه، يعني هل هيبقى في توثيق للخطوبه؟ هو الوزير ما قالش بالظبط اللي هيبقى موجود في الموقع، ولكن ازاي يعني برايك انت كمحامية؟ يعني ممكن يكون تنظيمه هيبقى بشكل مين اللي فسخ الخطوبه، مين ليه حق التعويض في فسخ الخطوبه اذا في ضرر وقع على الطرف الثاني، رد الهدايا هيبقى عامل ازاي، رد الشبكه هيبقى عامل ازاي، الخطبه وتعريفها ايه بالظبط. يعني بالظبط. يعني اعتقد دي الحاجه اللي فيها اشكاليات دلوقتي، يعني ويمكن حاليا بيتم تركها للعرف والتقاليد وفقا لكل محافظه ووفقا كل مكان والتاني. من أهم الملامح اللي قالها كمان وزير العدل، ودي يمكن دي ملمح مهم جدا ونص قانوني موجود في مشروع قانون اللي قدمته النائبة نشوى الديب، خاص بتوثيق الطلاق. طبعا احنا عارفين ان في دلوقتي أزمة الطلاق الشفوي، ان الزوج ممكن يطلق زوجته شفويا وما يوثقش الطلاق. وزير العدل اتكلم في ان لازم يكون زي ما في توثيق للزواج يبقى في توثيق كمان للطلاق. تمام. طيب في كمان بعض التعديلات او الملامح القانون الجديد، هو بيشتمل على 355 مادة، منها منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من اجل دعم الاسرة، كمان وضع نظام جديد يجمع منازعات كل اسرة امام محكمة واحدة، وتقصير مدد الفصل في دعاوى الاسرة ودي مهمة جدا، واستحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة، واستحداث الرؤية الالكترونية لغير الحاضن المتواجد في الخارج، واعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال. تعليق. بالظبط. والله دي اهم المواد او اهم الملامح، فاحنا منتظرين نشوف المواد بس مكتوبه ازاي، لان زي ما بقول لحضرتك من مهم فكره الحوار المجتمعي، لان ممكن يبقى فحوى الماده زي ما حضرتك بتقولها ولكن يبقى فيها اشكاليات في التطبيق او التنفيذ. تمام. فبالتالي ولكن الملامح اللي حضرتك قلتها طبعا نتمنى ان المشروع القانوني الجديد ده يعني يتضمن الملامح دي، واللي من اهمها ان كل قضايا الاسره تبقى قدام قاضي واحد.
يعني احنا عندنا محاكم الاسره في مصر يمكن فيها قضايا كتيره جدا متكدسه بالقضايا، وده اللي بيخلي امد التقاضي طويل جدا. صح. فبالتالي لما يبقى، وكمان في اشكاليات، يعني ممكن الست او الراجل يرفع قضيه قدام قاضي وقضيه ثانيه قدام قاضي ثاني، لا المهم ان يبقى ملف الاسره كله قدام قاضي واحد عشان يبقى عارف القضايا ايه اللي في الاسره دي، ويبقى في تعجيل إيه؟ بالفصل في في الحكم في هذه القضايا. ما هي بقى فكره النيابات كمان اللي تبقى موجوده، ونيابات الاسره والقاضي الامور المستعجله دي كمان لازم تبقى موجوده في القانون الجديد، لان في صحيح. اشكاليات يعني ممكن قضيه تاخد سنتين، طب ليه قضيه تاخد سنتين في المحكمه في حين انها ممكن يتم الفصل فيها سريعا يعني. تمام. طيب احنا كمان يعني عارفين ان في مشروع قانون للمسلمين، مشروع قانون للمسيحيين، خلينا نتكلم عن كل واحد على حدة، و يعني الجديد اللي في مشروع القوانين الخاصة بالمسلمين والمسيحيين. طيب في الحقيقة هو اتقال ان في مشروع قانون جديد للمسيحيين ومشروع قانون جديد للمسلمين. صحيح. وده طبيعي طبعا، لانه أكيد. كل يعني كل 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 منهم ليه ظروف و حاجات متعلقة بالجواز وبالانفصال مختلفة شوية عن بالظبط. بس هو طبعا يفضل ان يبقى في قانون احوال شخصية لكل المصريين، ما يبقاش في قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين، دي وجهة نظر يعني، وجهة نظر المؤسسة. طب ليه في قانون للمسلمين والمسيحيين؟ انا مش عارف حقيقي هم ليه عملوا ده يعني، ولغاية دلوقتي احنا ما نعرفش الملامح اللي موجودة في مشروع القانون الخاص بالمسيحيين، ولكن احنا كمؤسسة بنشتغل على الأحوال الشخصية وإشكاليات الأحوال الشخصية، لامسين الإشكاليات اللي بتواجه المسيحيين والمسيحيات في الأحوال الشخصية. طبعا حاليا وبعد ما البابا شنودة لغى لائحة 38 وعمل لائحة في 2008 وخلى بس في 3 أسباب للطلاق للمسيحيين، ده عمل من 10 قللهم ل 3، من اكتر من 10 اسباب للطلاق كانت موجوده في لائحه 38. دي اللائحه تم اصدارها في سنه 1938، للائحه جديده اصدرها البابا شنوده في 2008 ووضع فيها 3 اسباب للطلاق فقط، وهي الزنا الحكمي والموت وتغيير الديانه. فبالتالي الموضوع بقى صعب. طبعا هو في مسيحيين ومسيحيات بيرفعوا قضايا طلاق وقضايا خلع، ولكن للاسف المحكمه بتديهم الحكم والكنيسه لا تعترف بهذا الحكم، واذا حد فيهم حب ان هو يتزوج للمره الثانيه الكنيسه بترفض تديله تصريح الزواج. فبالتالي المسيحيين في مصر عندهم اشكاليات كبيره جدا في الاحوال الشخصيه ليهم. تمام. فأنا نتمنى ان يبقى في ملامح كمان للمشروع بتاع الاحوال الشخصيه للمسيحيين عشان نعرف زي ما احنا عرفنا ملامح للاحوال الشخصيه للمسلمين وبنقدر نتناقش فيها، كمان نستمع لوجهه النظر في ان الكل يبقى مرضي يعني، وكل الناس تاخد حقوقها بشكل عادل ومنصف، ما يبقاش في مشاكل موجوده باستمرار في المجتمع بتؤرق يعني استقرار الاسره واستقرار المجتمع بشكل عام. طيب خلينا نتكلم عن حوار المجتمعي حول هذا المشروع، ازاي بيتم الاستماع لمختلف الاراء، لانه طبعا كل اسره بقى ليها ظروفها، في مستويات اجتماعيه ومستويات ثقافيه بتختلف طبعا حالات الانفصال، وبتعتمد التعامل فيها على مدى وعي وادراك وثقافه ومستوى تفكير الزوج والزوجه. اكيد. طبعا احنا ما نعرفش الحوار المجتمعي هيتم ازاي، ولكن انا اعتقد ان هيبقى في حوار مجتمعي مع كافه الفئات، واتمنى ان يتم ده. كافه الفئات بمعنى ايه؟ بمعنى اني ما اقعدش بس مع محامين واعلاميين وائمه ورجال دين، كمان اقعد مع اصحاب المصلحه. صحيح. المتضررين والمتضررات من الاحوال الشخصيه، لان دول اكتر ناس نقدر نسمع رايهم في المشروع القانوني الجديد ده. كمان المؤسسات اللي بتشتغل، يعني في مؤسسات في مصر بتشتغل بشكل على ارض الواقع، بتستقبل حالات على فكره كتير، بتستقبل حالات وكاتبه كمان مشروعات قوانين، ويمكن وزير العدل في كلامه قال ان اللجنه استقبلت اكتر من 10 مقترحات قوانين من مؤسسات مختلفة بتشتغل مع المتضررين للأحوال الشخصية. فأعتقد كمان أن المؤسسات دي مهم أن يكون في حوار مجتمعي معاها.
وكمان في كافة المحافظات، ما ينفعش ان انا اعمل حوار مجتمعي في منطقة واحدة، لا طبعا اكيد احنا كمؤسسة لما اشتغلنا على فتح حوار مجتمعي على مشروع القانون اللي تم اعداده في 2003 من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عملنا حوار مجتمعي في 28 محافظة من اسوان لاسكندرية ومع فئات مختلفة. فطبعا الحوار المجتمعي ده خطوة مهمة جدا عشان نسمع للناس رأيهم ايه في القانون، ونقدر كمان اللجنة تقدر ترجع وتعدل بما يعني يتوافق مع كل الاراء اللي هي سمعتها الفئات المختلفة. بالزبط. صحيح. طيب بعض مواد القوانين او التعديلات الجديدة يمكن اثارت نوع من الجدل شوية، شايفة التعامل بقى مع الجدل ده ازاي؟ اهم هذه المواد اللي ممكن يتم نظر اليها قبل اقرار القانون بشكل نهائي. هو بص، الجدل اللي تم إثارته ده تم إثارته إعلاميا بدون علم، يعني احنا لغاية دلوقتي ما نعرفش ايه هي نصوص القوانين، المواد قصدي، ما نعرفش ايه هي نصوص المواد بالظبط، ولكن كان في كلام بيتقال ان هيبقى في منع التعدد، هيبقى في منع الطلاق الشفوي، بس المواد نفسها ايه هي ما نعرفش، يعني دي كانت تصريحات. ولكن من المهم ان الحوار المجتمعي لما يتم يبقى في توضيح لاهم المواد دي، يعني لما القانون يكون متكامل ويخلص يبقى في توضيح لكل ماده واسباب وضع المواد دي ايه، عشان الناس تبقى فاهمه، لان طول ما انت بتقول تصريحات وما ما بتقولش بشكل واقعي، او مثلا نقول ان القانون الحالي الاشكاليه اللي فيه كانت كذا والحل اللي اتحط في مشروع القانون الجديد كذا، فبالتالي الناس تقدر تعرف الفرق، لان زي ما حضرتك قلت مش كل الناس زي بعضها ومش كل الناس هتبقى فاهمه الموضوع. وزي ما قال رئيس الجمهوريه لازم يبقى في الحوار المجتمعي كمان مبسط، لان في ناس كتير مش هتبقى فاهمه، يعني الناس مثلا اللي في قرى ونجوع الصعيد والارياف مش هيبقوا فاهمين من المواد اللي اتحطت في القانون وايه اللي اصلا اللي كان موجود في القانون اللي قبل، فلازم تبقى بلغه مبسطه ونراعي طبعا تنوع الفئات اللي احنا هنعمل معاها الحوار المجتمعي. واعتقد انه احدى اللجان اللي موجوده في الحوار الوطني بتناقش هذا المشروع. في لجنه خاصه بمناقشه القوانين الاسره، ولكن لغايه دلوقتي لسه ما تمش عرضه على اللجنه. صحيح. دي يتبقى فقط سريعا نسالك على مشروع قانون انشاء وتنظيم صندوق دعم الاسره المصريه اللي هو بيدخل ضمن التشريعات الجديده ايضا لهذا المشروع. طبعا دي من اهم النقط او المواد اللي موجوده في القانون، على حسب طبعا التصريحات اللي اتقالت، ان الهدف من انشاء صندوق دعم الاسره ده فكره النفقات، ويعني في ستات كتيرة بترفع قضايا نفقة وبتقعد في المحكمة كتير، طب الوقت ده اللي هي بتجري على المحكمة وبتدفع أتعاب محاماة وكذا، مين اللي هيصرف على الأسرة دي؟ فصندوق دعم الأسرة لازم يكون هو يعني اللي بيعمل ده، ولكن تمويله هيكون إزاي؟ يعني احنا كمان عايزين نعرف تمويل صندوق الاسره ده هيكون منين. انا من وجهه نظري ان يبقى الدوله، ويمكن ده اللي قاله رئيس الجمهوريه، الدوله كمان هتساعد، يعني لو احنا بنقول ان الشعب هيساعد بمليون فالدوله هتساعد كمان قصادها بمليون، ده على حسب تصريحات الرئيس، فبالتالي هيبقى ما بين الشعب وما بين الدوله، يعني الحكومه نفسها هتبقى بتحط مبالغ ماليه داخل الصندوق ده عشان يقدر ان هو يصرف على اكبر عدد من النساء المتضررات من موضوع النفقه. بنتمنى الحقيقه الوصول الى توافق مجتمعي حول هذا المشروع، وانه يرضي فعلا كافه الفئات والاطراف. بشكرك جدا استاذه جواهر طاهر مدير برنامج الوصول للعداله بمؤسسه قضايا المراه المصريه. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا وصلنا لنهايه حوارنا الاخير في هذا الصباح النهارده، بشكركم جدا على حسن المتابعه، نشوفكم على خير دايما، تحياتي، الى اللقاء. We'll be right back.